في فتره من الفترات وانت بتدرب نادي ايسكو تلامذتك كتير قوي. نعم. وكله لما عرف معانا الكابتن طه كله عاوز يتكلم. احنا بناخد بس يا دوبك يعني سيمبل كده صغير اللي هو نقدر نتكلم معاه. وعاوز فاكر انت نجم من نجوم من نادي ايسكو؟ فاكر نجوم كتير، كان ابو رحاب ومحمد عمر. محمد عمر وحمدي نوح ومحمد عمر. طب قول الو كده. الو الو، اهلا يا محمد. ازيك يا كابتني؟ ازيك يا حبيبي، اهلا وسهلا. كابتني واستاذي ومعلمي، ربنا يخليك يا حبيبي. ازيك يا محمد؟ يخليك لك يا كابتن. ازيك يا كابتن مصطفى؟ ازيك يا حبيبي، منور الدنيا يا كابتن مصطفى. ربنا يخليك يا محمد. محمد عمر كان سنتر فيرود بقى، ايه يعني حاجه تقول عمرو زكي. الاجسام والسرعه والهيدنج والتصويب، حاجه كان رائعه جدا والله. الله يبارك فيك يا كابتن، يخليك يا رب. ده بس ده انت يا كابتني، انت صاحب البصمه الكبرى في حياتي. الله يخليك يا محمد، والله بكلمك بجد. لا يعني، ومش عايز اقول لك انا ايه يعني، انا اتعلقت بيك وانا طفل، وتعلقت بيك وانا شاب، تعلقت بيك وانا لعيب، وتعلقت بيك وانا مدرب، وكل فتره ليها ذكرى عندي. والله يا محمد انا شوف، انت من ابناء النجباء اللي بحبهم، وطبعا الوصال بيننا دائم باستمرار في المناسبات كلها. وطبعا كل ما بشوف ابنك برضه في الملعب بتذكرك على طول يعني، واقول هذا الشبل من ذاك الاسد يعني. فوالله ذكراك عطره وجميله جدا، كلاعب رائع جدا في فريق اسكو، وك متعاون مع زملائك. ده ابن الحكم الكابتن امين عمر. عشان بس بعض الناس تفتكر كده. لا ده حكمنا الكبير الدولي امين عمر. بالظبط بالظبط. الله يبارك لك يا كابتن. انا بس في حاجه صغيره كده عايز اقول للناس عليها يا كابتن. والله اتفضل يا حبيبي. يعني انا كابتن مصطفى كان لسه عندي 9 سنين، 364 بالظبط، الكابتن طه اصيب في دوري طوكيو. ايوه. وضد فرقه كان الجول اسمه سبت دودو. فالكابتن طه لما اصيب اول مباراه كان هيلعبها في مصر بعد ما رجع من الاصابه كانت في النادي الاهلي في التتش، وكانت ضد الاتحاد السويسي. فانا والدي كان زملكاوي، فقلت له لازم اروح اتفرج على الكابتن طه. فروحت في اليوم ده. وافقك هو؟ وافقك انك تروح تتفرج على الكابتن طه وهو زملكاوي؟ طبعا لان الكابتن طه كان بيحبوا الزملكاوي والاهلاويه. طبعا 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 طبعا. فوالدي خدني، رحت كان الدرجه الثالثه اللي هي في التتش، كان وراها الحلقه بتاعت الملاكمه. ايوه. فانا لما رحت وانا صغير جيت اطلع المدرج، ما عرفتش اطلع المدرج، اتخنقت بين الناس لان كانت جماهير كتيره جدا، ما كانش في مكان لاي مخلوق. ايوه. فالناس شالوني، قعدوا يقولوا لي البعض كده لغايه ما وصلت على السور وشفت الكابتن طه وهم بيلبسوه بكل الورد وبيستقبلوه في اليوم ده، وراحوا مخدلني بقى ومقعدني بره على حاله الملاكمه دي لغايه ما الماتش ما خلص. طب ده انت حظك كويس، يعني بتلعب ملاكمه دلوقتي يا محمد. ده الحمد لله. ده الماتش ده انا كنت هموت بيه وربنا كتب لي عمر جديد. الماتش ده كسبناه 4-3، انا جبت 3 اجوال، وبعدين هم وصلوا للنقطه للتعادل، وبعدين جبنا جول رابع كمان. الله ينور عليك. انا بقى كل قاعد بقى على الحلقه بره، ما شفتش كل غير ده، ما شفتش الا الكابتن طه بس، هو بيلبس بوكيه الورد وساعتها. ربنا يكرمك. وبعدين جالي طبعا والدتي لما جابت اخويا الصغير فسميته طه على تيمنا بالكابتن طه. ما شاء الله، الله يخليك. تدور الايام والكابتن طه يجي لنا يدربنا. واخد بالك؟ فكان والدي دايما بيجي معانا الماتشات، فانا مره بقول لوالدي بعرفه بالكابتن طه، قلت له ده والدي يا كابتن، بستاذن منه عشان يركب معانا الباص. ففوجئت الكابتن طه بيقول لي ايه، بيقول لوالدي ايه، يا عم عمر ابنك محمد من الناس اللي انا بحبها وبعتز بيها واتمنى اولادي يكونوا زيه. الكلمه دي ما تعرفش عملت فيا ايه وعملت في والدي ايه، لدرجه يعني مش عايز اقول لك يعني. احنا بنشكرك على تواجدك معانا من خلال برنامج المجر يا محمد. الله يكرمك يا كابتن مصطفى، دايما منور الدنيا ومنور الشاشه. الله يبارك لك. تسلم لي يا حبيبي، تسلم لي. ربنا ما يحرمناش منك يا كابتن ولا من تعليماتك. الله يخليك يا حبيبي، تسلم يا محمد. الله يبارك لك يا حبيبي يا محمد.